رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي وخلت منازلهم فهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معاديه يا دار يا دار قد ذكرتني بربوعك القفراء ربوع بني النبي الهادي لما زرع عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد شلون سرع كيف خرج يوم الذي راعي الشيم أنوي شيد الراحل جاب المحامل للحرم وأبطال كلهم جللي رحلة عدزي نب مبتسم عباس راعي المرجلي قال لها يا ظنوة علي قومي نروح الكربلاء قالت لأخو أبويا ومحملي منه الذي يتكفل قال لها عيناك بشري أمرج نوايد نتمثل أنا خادم يا زينب أنا كافل يا زينب بأبر من أبينا علي قالت لنا نعمين الذخور والممشى وياكم حلاي طلعت عباسي حدي والضعين ضجه لاهلة أي موكب هذا أي خروج هذا الحسين في الوسط العباس حامل اللواء يرفرف أمام زينب وباقي الأقران من علي الأكبر والقاسم وغيره تاعي عباسي ونزيل محمي للحر يعد لها
كل مسافة ينزل العباس يأتي إلى محمل زينب. زينب زينب أنا بخدمتك ماذا تريدين؟ صاح الحسين وناشد شن هي نزيلتك بالفلايا. قال اخويا هي ونازلتي تدري بخيتنا مدللاي ما تحمل الذل والهضم ربيت على العز والعلي. ريتك يا عباس يا عباس تحضر تحضر انت الان موجود كافل زينب. لو انك حاضر وين متى يوم الحادي عشر من محرم. ليتك يا عباس يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. والله والله تستر وجهها كفوفها والدمع على الخد سايلا. ولو رادت الناقة عثايا يا يرت عثار يضرب خوايا يا 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 هي يا تك حرملة. نعم نعم الصياط تلتف على بدنها أدارت بوجهها نحو المشرع رأت بطلا عظيما مقطوع الكفين. نادت يا عباس وعدك خطاك اللوم يا عباس وعدايك وفزت فخر اخوتك بالكون وعداك خويا جبتني جبتني ووعدتني وين وعداك والله عفتني ولا ادري ايش صار بي. والله عفتني ولا دريت الصواب.